دعا عضو مجلس القيادة الرئاسية اللواء الركن فرج البحسني وسائل الإعلام والنشطاء إلى تحمل المسؤولية الوطنية في نقل الكلمة الصادقة وتشخيص الأوضاع وتوضيحها لعامة الناس. وشدد البحسني خلال لقائه ممثلي وسائل الإعلام والنشطاء بمدينة المكلا على ضرورة مساندة جهود قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت ودعمها إعلاميا من خلال إجراء التحقيقات في بعض ملفات الفساد لمساعدتها في التخلص من بؤر الفساد بالمحافظة.